وماذا عن بطاقات التموين؟ احنا النهارده عندنا حوالي 64 مليون مستفيد من بطاقات التموين. مين اللي هتنطبق عليهم المعايير والشروط اللي هيستفيدوا من ال 300 جنيه الاضافيه؟ ده سؤال خلينا برضو نطرحه على دكتور احمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزاره التموين والتجاره الداخليه. مساء الخير يا دكتور احمد. مساء الخير على حضرتك وكل الساده المشاهدين. معايير اختيار الـ يعني الاسر اللي هتبدا تستفيد من ال 300 جنيه الاضافيه على بطاقات التموين بناء على ايه يا فندم؟ طبعا في توجيه من فخامه الرئيس ان يبقى في مد مظله التضامن او الحمايه الاجتماعيه للفئات الاكثر احتياجا او الاولى بالرعايه، نعم. وده طبعا بياتي توجيه رئاسي لوزاره التموين والتجاره الداخليه للتخفيف طبعا من وطأة الاحداث الاخيره. احنا زي ما حضرتك اشرت عندنا 64 مليون مستفيد من منظومه التموين، اللي هيستفيد من الحزمه الاستثنائيه في حدود 36 مليون مستفيد. عندنا 36 مليون 23 مستفيد، نعم، من اجمالي 64 مليون مستفيد. عدد البطاقات اللي عندنا 23 مليون بطاقه، تم اختيار 8 مليون اسره او 8 مليون بطاقه هيستفيدوا من الزياده اللي تم اقرارها، وهي الحد الادنى للزياده 100 جنيه والحد الاقصى 300 جنيه على حسب عدد الافراد. 100 جنيه للاسره الواحده، 200 جنيه اسرتين او ثلاثه، و300 جنيه ثلاث اسر فاكثر. تم تحديد الفئات وفقا ل طبعا لجنه العداله الاجتماعيه في مجلس الوزراء، الاصحاب المعاشات اللي اقل من 2500 جنيه، اصحاب الدخول اللي تنخفض من 2700 فاقل، وايضا اصحاب معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامه والارامل والمطلقات، كل الفئات اللي بتغطيها وزاره التضامن الاجتماعي. الزياده دي هتكلف الدوله يا استاذ رامي شهريا حوالي 833 مليون جنيه لمده 6 شهور من 1/9 ان شاء الله. باكر منافذ التمويل 40,000 منفذ هيبدا في قرار الزياده الجديده. المواطن زي ما حضرتك كنت بتسال ضيفك الكريم هيعرف ازاي بالنسبه لوزاره التموين؟ هيتم طباعه رساله على بون صرف العيش، لان صرف العيش مستمر كل يوم، ان تم اضافه 100 جنيه او 200 جنيه او 300 جنيه على حسب الاسره صاحبه البطاقه التموينيه لمده 6 شهور، والرساله هتفضل تطلع للمواطن لمده 7 ايام متواصله علشان يبقى عنده علم او اختار ان جات له زياده على بطاقه التموين. طيب دكتور احمد معلش، هنا مفيش اي مجال يعني ان ممكن يحصل تلاعب؟ حضرتك بتقول لي ده الرساله هتكون موجوده على بون الصرف. بون صرف العيش يا استاذ رامي ده هتتحكموا فيها ازاي ان ما يحصلش فيها اي تلاعب؟ لان البقال التمويني بيبقى عنده مكنه صرف، نعم، نفس البطاقه اللي بيستخدمها في مكنه الخبز هي البطاقه اللي بيستخدمها في مكنه التموين، نعم، وهي قاعده بيانات واحده، وبالتالي المواطن هيبقى معاه اشعار او اختار ان الدوله دعمته خلال 6 شهور بالمبلغ سواء 100 او 200 او 300. كويس. والمواطن على الفور هيتوجه لمنافذ التموين، ودول عددهم 40,000 منفذ تم تدعيمهم بكل السلع التموينيه. عندنا 29 صنف على قائمه التموين بالاضافه للدعم الاصلي، يعني بطاقه طيب التموين. حضرتك دلوقتي كمان تحدثت عن 3 شرائح، 100 جنيه للاسره الواحده، 200 جنيه للاسرتين على بطاقه التموين، 300 للثلاث اسر. هل هذه القرارات فاكثر؟ نعم. هل هذه القرارات بالثلاث شرائح كانت بعد توجيهات سياده الرئيس، ولا التقسيمه دي كانت موجوده من قبل كده؟ يعني احنا بنتكلم دلوقتي يعني سياده الرئيس وجه بانه الدعم يكون 300 جنيه على البطاقه، هل ده للثلاث اسر فاكثر على البطاقه، ولا ايه الموقف؟ عشان نوضح النقطه دي، هو في توجيه من فخامه الرئيس منذ اكثر من شهر او شهر ونص، وزاره التموين مع مجلس الوزراء ولجنه العداله الاجتماعيه ووزاره التضامن بنشتغل يا استاذ رامي على حزمه البرامج اللي خاصه بالحمايه الاجتماعيه بقالنا فتره. الحزمه دي فيها حاجات دعم نقدي مباشر زي تكافل وكرامه، وفي دعم غذائي، يعني في سلع رايحه من التحالف الوطني للعمل الاهلي زي مصر الخير وبنك الطعام، ودول كانوا في اجتماع الاسبوع الماضي مع دوله رئيس مجلس الوزراء. تمام. وفي حزمه خاصه بطاقات التمويل، ما دي اللي بسال عليها تحديدا. ليها 3 فئات هيستفيدوا من القرار: 100 جنيه للاسره الواحده، 200 جنيه اسرتين لثلاثه، 300 جنيه للثلاث اسر كويس. فاكثر. قبل توجيهات سياده الرئيس النهارده، هل كان 100 جنيه لكل البطاقات مع مختلف عدد الاسر؟ ال 100 جنيه مش لكل بطاقات التمويل، ال 100 جنيه ل 8 مليون بطاقه على النظام اللي معني بالبطاقات التموينيه. احنا قسمنا كمان حضرتك ال 8 مليون دول لاعداد، يعني تم حساب اللي هياخد. ايوه دكتور احمد معلش، هنا بس نقطه استيضاحيه، هل ال 8 مليون اللي هيضافوا او هيضاف ليهم المبالغ اللي وجه بها سياده الرئيس،
قبل كده كان ال 8 مليون هيستفيدوا من 100 جنيه، انما بعد توجيهات سياده الرئيس تم عمل ثلاث شرائح وصولا الى 300 جنيه للبطاقه اللي عليها ثلاث اسر فاكثر. عشان تبقى واضحه حضرتك، هيبقى الحدود الدنيا للزياده او الحد الادنى 100 جنيه والحد الاقصى 300 جنيه، علشان حضرتك تقدر الناس تبقى فاهمه القرار تم هيتم تنفيذه باكر ازاي. عندنا احنا قسمناها حضرتك العدد اللي هيستفيد من معلش ممكن يا دكتور احمد اظن المقاطعه لان انا تايه شويه معلش. طيب دلوقتي سياده الرئيس منذ اسابيع وجه بزياده 100 جنيه على بطاقات التموين، ثم اليوم نحن بصدد توجيه من سياده الرئيس بان ال 100 جنيه تبقى 300 جنيه. ممكن افهم دلوقتي ده متراوحه من 100 جنيه ل 300 جنيه. ايوه يعني اذا يعني ما قبل قرار سياده الرئيس النهارده او توجيه سياده الرئيس النهارده كان كله هياخد 100 جنيه، انما النهارده بعد توجيه سياده الرئيس بقى في ثلاث شرائح. ثلاث شرائح، الشريحه الاولى حضرتك دي هتاخد 100 جنيه، دول عددهم بالظبط حوالي 7,657,178 اسره. دي هتاخد الاسره الواحده دي اللي هتاخد 100 جنيه. في شريحه ثانيه هتضم اسرتين لثلاثه، دول هياخدوا 200 جنيه، واللي عندهم ثلاث اسر على البطاقه او اكثر دول هياخدوا 300 جنيه. مظبوط. التقسيمه دي ما كانتش موجوده قبل كده. دلوقتي بقى حضرتك التقسيمه دي بكره ان شاء الله 1/9 ال 40,000 منفذ على قاعده البيانات، كل بطاقه هيبقى معرفه على النظام اذا كانت هي 100 جنيه او 200 او 300 وفقا لعدد الاسر اللي على البطاقه. مظبوط. وهديله رساله لمده 7 ايام علشان يبقى عارف مره واثنين وثلاثه انه هيروح لتاجر التموين هيبقى عنده زياده على بطاقته على الدعم الاصلي او اللي موجود، لان الدوله بتدعم المواطن في الظروف الطبيعيه. احنا عندنا 63 مليون مواطن على بطاقات التموين بيصرفوا في الشهر 3 مليار جنيه سلع. تمام. اضاف لهم من بكره 833 مليون جنيه زياده. طيب يعني في شان اخر بقى، يعني معرض اهلا مدارس، كل سنه وحضرتك طيب وكل الساده المشاهدين بخير، ونسب الخصومات حسب ما قرات من او تابعت من تصريحات وزير التموين دكتور علي المصلحي انه بنتكلم من 25 الى 50% خصومات. المعرض اللي تم افتتاحه النهارده وافتتحه السيد رئيس الوزراء ده المقام في ارض المعارض، ماذا عن باقي المحافظات؟ لان انا عارف ان في برضه هيبقى معارض اخرى ومعارض فرعيه وايضا سيارات متنقله وما الى ذلك، فيا ريت توضح لنا ايضا القصه دي. احنا عندنا النهارده ادينا اشاره البدء، يعني شرفنا في الافتتاح دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير التموين ومعالي وزير الصناعه ان احنا بندي الاشاره فقط. احنا عندنا 800 معرض هذا العام، ودي لاول مره العدد يزداد هذا العام، ما بين 23 معرض رئيسي في المحافظات و119 معرض فرعي و33 شادر و27 قافله او سياره متحركه و500 مكتبه مشاركه معانا هذا العام. التخفيضات بتتراوح من 25 الى 50%، وعدد العارضين في المقر الرئيسي للمعرض النهارده على مساحه 6000 متر مربع حوالي 200 شركه، ونسبه المكون المحلي او المنتجات المصريه الوطنيه تتراوح من 50 الى 70%، وطبعا جودتها عاليه جدا. وبنأكد ان المعرض طبعا ان الوزاره للسنه الخامسه على التوالي بتنظمه، لان هو اثبت يعني كفاءته للاسره المصريه، لان حضرتك جمعنا كل مستلزمات المدارس والاحذيه والجلود والشنط في مكان واحد، وموجود عياده للرمد للكشف على يعني الاطفال مع اولياء الامور او للاسنان، وفي ركن مخصوص لذوي الهمم لمنتجاتهم الحرفيه او اليدويه. افتتاحه للمواطنين او يعني هيفتح للمواطنين العمل بدايه من الغد من 1/9 للجمهور بكره ان شاء الله لحد 10/9 من الساعه 11 صباحا للساعة 10 مساء، وكل مستلزماتهم اللي احنا عرضناها النهارده موجوده وبتخفيضات عاليه، وفي ركن كمان لاجهزه الحاسب الالي واللابتوب والتعليم عن بعد. ده دكتور احمد ده من بكره لحد لمده 10 ايام، وافتتاح الغد للجمهور ده على مستوى كل اللي حضرتك ذكرته، سواء اللي موجود في ارض المعارض او كويس على مستوى 800 معرض على مستوى الجمهوريه. طب ليه 10 ايام يا دكتور احمد؟ يعني المدرسه تبدا في اكتوبر، يعني ما نزقهاش شويه. المعرض الرئيسي علشان ده في ارض المعارض بيبقى مرتبط بمعارض اخرى غير وزاره التموين، ولكن الملاحظه اللي حضرتك قلتها اشارها النهارده سياده الوزير مع الغرف، واتفقوا ان بعد انتهاء ال 10 ايام كل العارضين دول هيرجعوا اماكنهم الطبيعيه، وهيستمر المعرض لاخر الشهر بنفس نسب التخفيضات ونفس البانر واللوجو بتاع اهلا مدارس.
يعني حتى جدا. لو انتهى في ارض المعارض يوم 10/9 انما كل هيفضل في المنتجين المكتبات المشاركين في المكتبات وفي كلهم الشوادر الاخرى هتفضل الخصومات موجوده هيفضلوا لاخر لحد الشهر. اخر الشهر، كويس لان جدا. طبعا تزامنا مع قرار معالي وزير التربيه والتعليم ان الدراسه في 1/10 هيبقى في فرصه اكتر للمواطن يجيب كل مستلزماته خلال شهر 9 ان شاء الله. كويس، بشكرك على هذه التفاصيل وهذا التوضيح دكتور احمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزاره التموين والتجاره الداخليه.